السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت. كثيرة هي الأمور التي تحدث في عالم المستطيل الأخضر، وبالطبع هناك أمور يتم التركيز عليها، وذلك لما لها أثر كبير داخل المباريات. لكننا في هذا الفيديو سنشاهد لحظات مضحكة صادمة في عالم كرة القدم. لنبدأ. هنا انطلاقة رائعة للاعبي برشلونة وتمريرة من ميسي لجوردي ألبا الذي مرر الكرة ليوصيها إلى غريزمان، والذي لعب دور المدافع بشكل مميز لصالح الفريق الخصم. انطلق لاعب كريستال بالاس وأمسكه سون يونغ، لكن يبدو أن هناك دقيقة حداد لم ينتبه لها اللاعبون. هذا المدرب قام بصفع مساعده بهذا الشكل الغريب. يتقدم هافرتز، فشاهدوا كيف مرر الكرة بهذا الشكل الغريب خارج الملعب. وصلت الكرة من تير شتيغن، فشاهدوا كيف سيطر عليها بضربها برأسه بهذا الشكل. أصيب هذا اللاعب، فاتت مجموعة من 4 فتيات لنقله خارج الملعب. يبدو أنه سيتحسن في الطريق. هنا اللاعب تيمو فيرنر، شاهدوا كيف يتكلم مع أصوات الجماهير العالية. حاول لاعب أرسنال أن يقوم بحركة جميلة بالكعب، لكنه تعرقل بنفسه وانزلق أرضا كما ترون. حتى أن سجل جيمي فاردي هدفا رائعا بعد خطأ من لاعبي ليفربول، ذهب ليحتفل بطريقة مضحكة بإمساك العلم والعزف به. هذا اللاعب سدد الكرة لتلتطم بالمنافسين ثم تنزل على رأس رجل الكاميرا. تابعوا هنا محمد صلاح كيف يدفع لاعب مانشستر يونايتد وهو رافع اليدين ثم تعرقل به. في لقطة غريبة جدا شاهدوا كيف تحصل هذا اللاعب على انفراد، فضرب الكرة لترتطم بالقائم ثم تعود إلى زميله الذي سددها لترتطم بقدم الحكم وتخرج من الملعب. هنا ضربت الكرة من لاعب أرسنال الذي أخرجها، وأغويرو يطالب حكمة الراية بأن تقوم باحتساب التماس ضدهم، وبعد ذلك قام بإمساكها بهذا الشكل. هذا المدافع سقط أرضا دون أن يراوغه لاعب بروسيا دورتموند وانطلق بهذا الشكل. شاهدوا كيف تتم مضايقة اللاعب لاغازيت، والذي أخذ يضحك في وجه خصمه بهذا الشكل. هنا بينما يقف نيمار وكيليان مبابي، كيليان قام بإلقاء هذا الشيء على الكاميرا. وصلت الكرة للاعب ليستر سيتي الذي استلمها وانزلق ليخطفها منه تيمو فيرنر. بينما يتحدث هذان المراسلان، أتى لاعب مانشستر سيتي لينطط الكرة بجانبهم. تابعوا ردة فعل هذه المراسلة. يبدو أن لاعب إيفرتون نسي أن يضع بأقدامه القطع الخاصة والتي تسمى الكسارات، وبهذا رفض الحكم أن يقوم بتبديله. بينما يتكلم لاعب المنتخب الفرنسي، شاهدوا غريزمان كيف أتى بهذا الشكل أمام الكاميرا. يبدو أن كيليان مبابي يحاول مسح عرق نيمار. بينما يتقاتل هؤلاء اللاعبون، تابعوا الحكم كيف ينظر إليهم بهذا الشكل. بعد فشل هذه الهجمة، شاهدوا كيف قام اللاعبان بالتعلق على العارضة بنفس التوقيت. هنا أدام تراوري يقوم بدفع خصمه على الزاوية بهذا الشكل القوي. بعد أن قام بيبي بإسقاط ألفارو موراتا، تابعوا ردة فعله وكيف يقول للحكم أنه يمثل. يبدو أن العشب لم يجعل لاعب مانشستر يونايتد ينزلق كما كان يريد. ما هذا الشيء الغريب الذي جعل كيليان مبابي ينتعش بهذا الشكل؟ هدف رائع وإبداعي من أوباميانغ، فشاهدوا بعد ذلك كيف يحتفل مع زملائه. بول بوغبا هنا يطالب زميله بأن يمرر الكرة، فانظروا إلى ردة فعله بعد أن انقطعت منه. تعرقل اللاعبون ببعضهم البعض وعرقلوا حكم الراية أيضا وأسقطوه أرضا كما تشاهدون. يبدو أن وولكر مختبئ من شيء ما، شاهدوا. بعد أن سجل كافاني هدفا، طلب منه زميله أن يقوم بحركته أو احتفاله المعتاد برمي السهم. عند رمي الكرة من هذا الحارس، كان رأس برايثويت مجانبا له، فارتطمت الكرة برأسه. عند محاولة تبديل لاعب مانشستر يونايتد،
ظن أن الحكم سيعطيه ورقة بينما هو يقوم بإيقافه بيده. تقدم ألفارو موراتا وأعطى كرة إلى رونالدو، فلم يستطع رونالدو التعامل معها لتنضرب في المدافعين وترجع له، فيقوم بضربها بكعبه خارج الملعب. انظروا كيف أضاع فرصة غريبة جدا. يبدو أن لاعب تشيلسي يرفض أخذ الكرة من أحد حتى يقوم بإضاعة الوقت. هنا هذا الحارس يتم إرجاع الكرة له من قبل المدافع، فلم يعرف كيف يتعامل معها ليدخلها بشباكه بهذا الشكل الغبي. لوكا مودريتش يلتف حول نفسه بالكرة ثم يمررها إلى لاعب خارج منطقة التماس. مرر هذا اللاعب كرته التي ارتطمت بالقنين الموجودة داخل الملعب. بينما يقوم المدير الفني بشرح شيء على هذا التاب، شاهد غاريث بيل كيف يقوم بتخبئة خطة اللاعب عن أعين الكاميرات. عند سؤال هذا اللاعب سؤالا محرجا، تابع ردة فعل وجهه الغريبة جدا. تقدم لاعب توتنهام ليسدد هذه الكرة فقام بضربها خارج الملعب، وهنا زملاؤه يضحكون عليه. يبدو أن غاريث بيل لم يعجبه أن يقوم لوكاس مورا بتقليد احتفاله. انظروا إلى ردة فعله، وبعد ذلك قام بتعليمه ماذا يفعل أمام الكاميرا. نوير يحاول إضاعة الوقت على هذا اللاعب بإخراج الكرة وإبعاد الأخرى، وبعد ذلك ضرب اللاعب حتى لا يقوم بالتماس بسرعة. مولر أطلق الكرة أمامه وكان باستطاعته أن يصل إليها، لكنه تنحى قليلا ليقوم لاعب الخصم بأخذ الكرة منه، وهنا يقول أمام الكاميرا أنا لست رود رانر. يمكنكم أن تتابعوا اللاعب لاجازيت عندما تم ضربه كيف يصرخ، وهنا في الاستديو التحليلي يحاولون تقليده. بعد أن دفع رابيوت لاعب بورتو، شاهد الأخير كيف وقع أرضا وأخذ يمثل أنه ضرب، وهنا ينظر إلى الكاميرات بخوف. هالاند أثناء الاحتفال بالكأس ضرب زميله على رأسه من الخلف. تابع لاعب إشبيليا كيف يقوم بإمساك ميسي وكأنه ينقض عليه. قام هذا اللاعب بالانقضاض على خصمه وإسقاطه أرضا، وعندما احتسب الحكم خطأ ذهب اللاعب إليه ليصرخ عليه، وبعد ذلك وقف وأخذ يغيظه بإخراج لسانه بهذه الطريقة. بينما يتكلم المراسل مع لاعب تشيلسي بعد فوزهم بدوري الأبطال، تابع ردة فعل زميله وكم يبدو سعيدا لهذا الانتصار. بينما يقوم هذا المدرب بردة فعل، ضرب أحدهم دون أن يقصد. هنا جاك جليريش وزميله الذي مرر له الكرة سقط بنفس التوقيت. بينما كانت مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان سائرة، يبدو أن أشارة الحكم سقطت من على قميصه كما ترى. بعدما سجل هذا اللاعب هدفا ذهب ليحتفل أمام هذه المراسلة بشكل جنوني وكسروا لها ما على الطاولة. يبدو أن زلاتان قدمه طويلة بما فيه الكفاية ليرفعها من فوق هذا المشرف. يبدو أن هذا المدرب يحاول المزاحة مع اللاعبين، فبعد أن خرجت الكرة إلى التماس حاول أن يقوم بلعبها بهذا الشكل الطريف. هذا اللاعب خطف الكرة من أمام حارس المرمى وأخذ انفراد ولم يكن هناك أحد، فتابعوا كيف يقوم بالمشي ببطء ووضع الكرة بالشباك حينما وصل الحارس، وهنا أتى اللاعب ليوبخه لماذا تفعل هذا الأمر. مرر هذا اللاعب الكرة إلى زميله وكان من الممكن أن يسجل هدفا، لكن كما تشاهدون سدد الكرة بالكامل خارج الملعب. تابعوا هنا فرحة هالاند وكيف يمشي ويصرخ فرحا بهذا الانتصار والتتويج بكأس السوبر الألماني. هذا المدرب يحاول أن يقوم برمي الزجاجة لتقف بالشكل المعتاد. هنا كيليان مبابي يسجل ركلة جزاء، وبعد ذلك ذهب يحتفل بلون شعره الجديد مع زملائه بهذا الشكل. وبعد أن أتم اللاعبون الاحتفال مع بعضهم البعض بهذا الشكل المضحك، قام كيليان مبابي بوضع التيشيرت داخل البنطال واحتفل كأنه طفل صغير، وهنا نيمار يضحك على هذا الأمر. بعد أن سجل لاعبو توتنهام هدفا ذهبوا ليحتفلوا مع بعضهم البعض، لكن هذا اللاعب يمد يده ليسلم على أحد لكن لا أحد نظر إليه.
تابعوا فتحة فمي لاعب أرسنال أثناء تسديد مايسون غرينوود لهذه الكرة. لاعب أتلتيكو مدريد مرة من جانب لاعب فياريال ولمسه فقط بهذا الشكل، فتابعوا الأخير كيف أخذ يمثل وكأنه أخذ رصاصة في وجهه. هنا لحظة تبديل جابرييل خصوص الذي دخل وقبل عشب الملعب، وبعد ذلك تم إرجاعه إلى الدكة مجددا. بينما كان سولشاير يقدم هذا اللقاء الصحفي، سقطت من خلفه لافتة الإعلانات على الأرض. حاول هنا راشفورد أن يقوم بإخراج الكرة إلى التماس، فوقع بهذا الشكل من على سور الإعلانات. تابعوا كيف يقوم موراتا بالتحضين على الكرة وبعد ذلك أخرجها من الملعب. لاعب يوفنتوس حاول أن يقوم بالالتفاف وسقط عند محاولته أخذ الكرة عن التماس. لعب هنا لوكاكو دور المدافع بكل اقتدار، بعد أن ضرب زميله الكرة برأسية جميلة كانت متجهة نحو شباك الفريق الخصم، لكن لوكاكو تصدى لها. تيمو فيرنر قرر أن يقوم بلاعبي الركنية بسرعة، فتابعوا كيف ضرب علم الزاوية وأخذ يتألق. يمازح هذا اللاعب زميله برمي هذه القطعة عليه، فشهدوا ردة فعله. هنا لقطة أخلاقية غير متعمدة قام بها اللاعبون. هنا انزلق اللاعبون على الأرض أمام الجماهير احتفالا بالنصر، لكن يبدو أن العشب جعل أحدهم يقلع بنطالة. هنا ساديو ماني ينطلق وكاد أن يحرز هدفا، لكن يبدو أنه تعرقل بالكرة ولم يعرف أين ذهبت. تابعوا هذا المظلي الذي نزل بالباراشوت إلى أرضية الملعب وبعد ذلك اصطدم بالأرض. عند تبديل اللاعب أغويرو يمكنكم أن تتابعوا أن الحكم قام بوضع الرقم 9 بدلا من الرقم 10، وهنا أغويرو حاول التعديل له. تابعوا لاعب ليفربول كيف انطلق من أمام لاعب تشيلسي وجعله يسقط أرضا. هنا يتقدم رحيم ستيرلينج وكاد أن يتحصل على انفراد، لكن كما ترون تعرقل وسقط بهذا الشكل. يمكنكم أن تتابعوا حركات كيليان المضحكة أمام الكاميرا. كان هذا اللاعب ساقطا على الأرض ويتألم، وبعد ذلك قام زملاؤه بوضع هدف في الشباك، فشاهدوا كيف استفاق وذهب ليحتفل. لم يعرف هذا المدير الفني من يقوم بالاحتضان، اللاعب أم حارس المرمى. هذا المشجع يبدو أنه لا يسمع جيدا، إذ أن طبلته قد مزقت كما ترون. فينيسيوس حاول تخطي هذا اللاعب برفع الكرة وإخراجها من الملعب. تابعوا طريقة شرب كيليان مبابي الغريبة جدا. هنا لاعب روما تقدم ليأخذ الكرة، فضربه جامع الكرات بهذا الشكل كما ترون. بعد أن سجل لاعب يوفنتوس هدفا ذهب ليحتفل، وهنا موراتا يقفز من فوق الحارس فلمسه الأخير، فأخذ موراتا يمثل أنه ضرب. أثناء لقاء صحفي مع لاعب تشيلسي شاهد كيف زميله يقوم بممازحته من خلف لوحة الإعلانات. بعد أن أنهى هذا اللاعب لقاءه الصحفي تابعوا كيف صرخ. برايثويت أخذ يدخل بالكرة فتعرقل وسقط أرضا كما ترون. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.